ذكر الأسد هو المسؤول الأول عن حماية أفراد العيلة بتاعته، وعلى الرغم من قوة الأسد وسرعته مصيره بيكون زي أي حيوان بيتعرض لأي إصابات خطيرة. كل حاجة ممكن يتعرض لها أثناء عملية الصيد أو القتال بينهم أو بين حيوانات مفترسة تانية، لأن دي طبيعة الحياة البرية القاسية. الأسد هو أقوى وأشرس الحيوانات المفترسة في الغابة، ولكن بسبب المعارك الشرسة اللي بيدخلها عشان حماية عيلته وأشباله، فلو اتعرض للمرض أو أي إصابة خطيرة قوته بتضعف وكبرياءه بينكسر معاه وبيصبح أقل الحيوانات، وبيكون زيه زي أي فريسة سهلة لحيوانات مفترسة تانية، وبيتركوه عيلته وبيتخلوا عنه لما خلاص ما بيكونش ليه لازمة. وده شيء محزن إننا نسمعه عن ملك الغابة، ولكن دي طبيعة الحياة البرية القاسية. يا ريت نصلي على حضرة النبي في التعليقات، ولايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد.